عوض الله ديما تيكون جميل، والتجارب ديالك السابقة وحتى الأخطاء ديالك السابقة ماشي معيار ولا عذر باش أنك تحبس راسك في واحد الزاوية ديال الاعتزال. لا، إذا رحتي ما تستسلمش، ونوض مرة أخرى، وجرب حظك مرة أخرى، وأحب مرة أخرى، حيث أكيد أن ربي غادي يعوضك، ومدام دقيتي باب مولانا ما غاديش يخيبك. وقصتنا الليلة درس جميل جدا في عوض الله، ما تمشوا فين وتبعوا معنا حكايتنا الليلة. سلام سلام، ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار كيف ديما الدار دارك. خلينا ما نطولش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. اذا جيت نبدا لكم الحكايه ديالي اولا القصه ديالي خاصه، نبغي بدوري انني ندوي لكم على الطفوله ديالي، لانه كنحس بلي شخصيتي نتاع دابا ولا العقبات اللي وقعوا لي في حياتي طفولتي عندها دور كبير فيهم. حنا بينا ثلاثه ديال الخوت، انا هي الصغيره. لما كانت عندي عامين غادي توفى الاب ديالي الله يرحمه، كانت المهنه ديالو عسكري، كان خدام في الصحراء في الحدود. لما كان جاي عندنا زياره غادي توفى النهار الاول ديال رمضان، وقالوا لي بلي انا وجات بالجمعه. ربتنا الام ديالنا بثلاثه بينا مهما الضغوطات ديال العائله باش انهم يديوني ليها ويجريو عليها. المهم هذا كان موضوع واحد اخر وحكايه واحده اخرى. تربينا يتامى حنا الثلاثه، فبحكم المنطقه اللي كنا عايشين بها اللي كان فيها الزيتون، بدات ماما كتبيع الزيت لانه الدوله ما خلاتش لنا شي منطقه كبيره من داكشي ديال بابا الله يرحمه. كنا ساكنين في العروبيه، وانا ما كنتش عاقله على هذه التفاصيل، ولكن كانوا غير كيتعاودوا ليا. فالوالده ديالي غادي تبني لينا بفلوس نتاع الديه، اولا كي تيقولوا الفلوس نتاع لاسيورونس نتاع بابا الله يرحمه، في السونتر نتاع ديك المدينه الصغيره، واحد الدويره اللي كانت بسيطه، وغادي تجيبنا لتماك. واختي كانت في السادس، وانا يلا دخلت للمدرسه. صراحه ما عقلاش بزاف على طفولتي لانه مبهمه، ما عقلاش عليها بزاف، عندي ذكريات قليله في راسي ما عرفتش علاش. المهم دخلنا لتما، قرينا وكبرنا، خويا وصل الباك وخرج ومشى خدم في مدرسه عسكريه، اختي حتى هي كملات ومشات لمدينه واحده اخرى، مدينه اللي تقدر تدخل فيها الجامعه. وانا فاش وصلت للسانكيام هنا فين غادي تبدا مشكلتي. في هذا الوقت كنا باقيين في هذه المدينه، بديت كنكبر شويه ودخلت لفتره المراهقه، خويا واختي غادي يخرجوا من هذيك المدينه، وخاصه اختي اللي كنت شويه تنحط عليها الراس، واخا كانت صعيبه معايا بزاف وكانت كترد لي البال، وانما فاش كبرت غادي نلقى داك الزيار اللي كانت مزيراني كان لصالحي، وانا ما رديتش البال. ديك الساعه كانت شخصيتي في شكل، كنت محتاجه انه يكون في حياتي رجل صغير ولا كبير، المهم جنس ذكر اللي يكون حاضر في حياتي. كان عزيز عليا انني نشوف الاهتمام في عين الذكر من جهتي، سواء كان تيقرا معايا ولا كان صديق ولا قال لي غير السلام، هذا هو الطبع ديالي. كبر فيه وما قدرتش نحيده، الحمد لله ربي كان عطاني حقي من الزين، وحتى الاسم ديالي كان مختلف وما كانش نهائيا في ديك المدينه. المهم لما وصلت للسانكيام كان الميول ديالي ادبي 100%، كنت كنجيب واحد النقط اللي كانوا عاليين في الكوليج في العلوم وحتى في الادب، ولكن كنت كنحب الادب بزاف، تعجبوني الروايات المسرحيات الشعر. لما كنت في التاسعه ولقيت راسي مرتاحه في هذه الشعبه غادي نديرها، حيتاش لقيت راسي انني قاده نعطي فيها. المهم غادي تجي العطله، خويا تلقى بالحارس العام اللي كان تيعرفو، وقال لي راه اختك سناء دارت ادب وراه قبلوه ليها. قال لي خويا لا ردوا لها علوم. جا عندي خويا للدار ولمني علاش درت الاداب، وبلي انه ما كاينش مستقبل ولا افاق فيه، وانا هذا الكلام كنت عارفاه، ولكن انا عندي ميول ليه وباغاه. فبدا كيغوت عليا وما خلاش ليا نهائيا فين ندوي، لانه اسلوب الحوار كان منعدم انذاك. المهم طلعت للثانوي لقيت راسي في العلوم وانا ما باغاش، غادي دوز عندي ديك السنه كحله. جاني الفيزيك قاسح، وانا حتى ماديا ما يمكنش لي انني ندير ساعات اضافيه، حيت ماما يلا مسكينه كانت كتبقى كتقاتل معايا باش انه تاخذ لي داكشي اللي محتاجه، وما ساكنين فشي بلاصه كبيره ولا كانوا شي فرص فين نقدر انني نخدم باش نخلص على راسي قرايتي. المهم جوني الدروس صعاب، وباش نكون معكم صريحه انا ما حملتش انني نقرا، حيت كان بامكاني انني ندير مجهود بسيط ونجح بالنقط اللي كانوا عاليين. المهم النقط اللي كانوا عندي طالعين كانوا فقط ديال الاداب، والاخرين يلا بحرا كنت كنجيب المعدل، ما كنتش حامله دوك المواد الاخرين. العلميه تيكون عندي ساعتين ديال الفيزيك، سبعة وساعتين ديال هادي، ساعتين ديال الرياضيات والضغط، وماشي داكشي اللي كنت باغيه. كنت ندخل الحصه ديال العربيه الاستاذ تيبقى غير حال فمه، والحصص العلميه ما تنحملهمش. مع العلم فاش كنت في الاعدادي كنت مع المتميزين، لكن لما تفرضوا عليا درت الضد نتاع خويا. داك العام اللي نجحت فيه اللي نجحت في السانكيام، اختي كانت يلا سرت القرايه ديالها وتزوجت في بدايه العام وغادي تخرج للخارج، غادي تدخل المغرب في الصيف على اساس انها دوز البيرمي،
وراجلها كان شويه قاسح، فطلب مني باش انا ضروري نرافقها للدروس باش انا تعلم السياقه. كنت كنمشي معها يوميا، شهر ديال 7 كله كنت كنمشي معها في الصباحات، وفي العشيه كنت كنمشي انا دير دوك الدورات بالطوموبيل. الوقيته اللي هي فاش غادي تشد البيرمي وترجع في حالها غادي يصوني عليها مور السياقه التعليم، وقال ليها عافاك راه واحد الاستاذ صاحبي بغى يشوف اختك، وراه ديك النهار كان هنا وشافها وعجباتو اذا بغات تزوج، علما انه كانت عندي 17 سنه لكن الهيئه ديالي كانت نتاع انسانه عندها 20 سنه. فعلا اختي قالت لي راه باقا صغيره. انا في ديك اللحظه بحيله كانوا عيني مغمضين وما بغاش نقرا، وشفت بلي انه داك الزواج هو اللي غادي يحررني او بالاحرى غادي يعتقني من هاد القرايه اللي ما بقيتش مستحمله، اولا داك الشيء اللي بزاف عليا خويا. غادي نمشي عند ماما وغادي نقول لها علاش لا، اذا كان استاذ وميسور ماديا ممكن انني نقبل عليه. المهم اختي غادي تمشي بحالها، وتلاقيت انا وماما بمول المدرسه نتاع السياقه، وكان معها داك الاستاذ اللي كان الدوبل ديال عمري، عنده تقريبا 40 سنه بمعنى الكلمه، كبير وحتى شكلا ما كانش مهلي في حالته وكان قصير عليا. واخا شفتو هكاك قلت ليه ماشي مشكل. في بدايه السيزيان ديالي والمعقول جيد ديال الامتحانات جاب هو عائلته وهضروا معنا وجاو على اساس خطوبه مباشره. من موراها بشي ايام بحيله تصرفقت وقلت لهم الا هذاك ناض خويا ديك الساعه فاش جا وسمع شنو قلت وقال واش هادي كتلعب، ما يمكنش الخطوبه راه بحال الزواج، ولا رفضتيه دابا غادي تكثر الهضره وغادي تحلوا الفم علينا وحتى شي حد ما غادي يبغي يجي يتزوج بك. وخيا ما كانتش هادي هي هضرته، كانت الهضره نتاع الدراري صحابو اللي كانوا باغييني وما كنتش كندوي معاهم، ولقاو الفرصه باش انهم يعمروا لي راسو. كان قال واحد الكلمه اللي عمرني ما نساها حياتي كلها، واخا راه عزيز عليا بمثابه الاب ديالي ودابا راه كبرت تقريبا في الربعينات، ومع ذلك غير كنتفكر هذا الشيء كتجيني واحد الغصه في قلبي وتنقول هو اللي ضيع لي حياتي ديك الساعه. قال امي تمشي وترجع مطلقه وما تفسخش الخطوبه ديالها وتسمى بلي انه سمح فيها. انا ذاك ماما كان عندها خويا هو عينيها، قيسيها فيهم وما تقيسيهاش في خويا، واللي قالها سمعا وطاعة ما فيهاش لا ان ولا حتى. قال لها ضروري تزوج به، منين سنا خويا انه الزواج غادي يتم هنا غادي تقلب حياتي. في ديك فتره الخطوبه اللي كانت دامت عام من الاول ديال السيزيام حتى للصيف اللي كانت بين رفض وفرض، عمره ما قال لي هذا الزوج المستقبلي واش خاصك شي حاجه ولا عطاني شي حاجه ولا عطاني غير الشر. وقت ما كان يدوي معايا كيدوي معايا قليل، يعني هذا الانسان بخيل لا فلوسه ولا حتى في المشاعر ديالو. ويا ما سهرت ليالي كنطلب مولانا انه يعسر ولا يلغي لي هذا الزواج ويدير لي شي طريق ديال الخير. واحد الوقيته صافي حسيت بلي انه هذا الشيء خرج ما بين يدي، وهو دابا ما بين يدي مولانا تعالى. انا ما عرفتهم لا فوقاش وجدوا العرس ولا فوقاش وجدوا الوراق، مع كنت اقل من 18 سنه كان خصني انني ندوز من المحكمه هو الاول، وانه الطبيب يشوفني واش انا باقا عذراء او لا. وخويا انا داك اللي كان ولي الامر ديالي، وانا داخله عند القاضي غادي يقول لي يا خويا عندك يقول لك راسك انك تبدلت لي الراي ديالك. المهم بما انه كانت الهيئه ديالي كبيره غادي يسني لي القاضي بلي انه موافقه على الزواج ديالي. من مورها غادي نكتشف بلي انه خويا بغى يحيدني من الطريق بهذا المعنى. داز كل شيء دغيا، في الخير ديال السيزيام داروا الحلوه وعرضوا على الناس وداروا لي حفله عند واحد خالتي في مدينه واحده اخرى. الليله ديال العرس تخيلوا، غادي نعاود عليكم بحال الخرافه، السيد جاي بعشره من عائلته وجاب في يديه اطرو ديال الحليب، واش عمركم سمعتوا هذه؟ جايب اطرو ديال الحليب في يديه ودلاحة، اقسم بالله العلي العظيم ربي اللي شاهد عليا هذا راه الحريس، ما جايب لا ورد لا كادوات لا هديه لا حتى شي حاجه. نقفل بساتني ودخلتني وهو مشى جلس لابس جلابه ما لابسش حتى القميجه من تحت منها. عيط لي خويا وصحابو عاد عطاو قميجه لبسها من التحت بحرت جيه مقاده وهو يجلس حدايا. اقسم بالله الا كنشوف في وجوه ديال العائله والجيران كانوا فيهم تعابير ديال الياس، تيقولوا علاش ضيعت راسها بحال هكا لا علاقه بيني وبينه. كانوا حاضرين صحاب خويا من الخدمه وداز داكشي، وانا كنت صراحه مغيبه بكل معنى الكلمه. دابا تسولوني على ديك الحفله كيف داز ولا حتى شنو داروا فيها، والله ما عقلت. اللي عاقل عليه انه تسالات الحفله اخو هذاك اللي ولا راجلي او المسمى بالزوج ديالي كان باغي يوصل بنته للمحطه نتاع التران، وحنا بقينا كنتسناو. ديك اللحظه ديال الانتظار كنت باقا كنعقل انني دخلت البيت النعاس ديال خالتي، واختي كانت مجبده حدايا وداتني واحد الغفله ديال النعاس اللي ما كملاش فيها ربع ساعه، ولكن هذيك الغفله كتكون كتسمى بنومه الجنه. هذا الاسم كيكون عند المراه اللي اثناء المخاض ديالها اللي فاش كترتاح بضع دقائق وكدهش يغفوها.
كان هذاك هو الإحساس ديالي أنا ذاك، حسيت كأنني غيبت ومشيت لعالم واحد آخر مرتاحة فيه، حتى كنسمع الدقان في الباب وكيقولوا يلا نوضو، نط مفزوعة وقلبي كيضرني، فشنوض تنقول فين أنا والدموع تينزلوا لي بلا ما نحس، وكنقول يا ربي دير لي شي تاويل ديال الخير. لابسة جلابتي هبطنا ركبنا في الطوموبيل والناس تابعيني معتبريني عروسة، وأنا بحيلة صافي حياتي وقفت هذاك النهار. غادي نمشيو لدارهم اللي كانت في البلاد ومبنيه بالتراب، وبيت اللي كان مبني بالسيما هو اللي دخلوني ليه. عائلتي ناضو تيغوتو على ماما مالكم لي حيل البنت هاد اللوحه، وناض الصداع، وكان واحد الصهد ديال شهر 7 في داك العروبيه وما عندهمش الماء بارد، حتى الثلاجه ما كايناش. تخيلوا البونج علاش جلسنا باقي بميكتو، حيت كيقولوا بلي انه ما تيحيدوهش ليه باش يبقاو محافظين عليه، والناموسيه باقا بميكتها حتى جات خالتي فرشت لي عليها ليزار وبداو كيسيقوا داك البيت. عائلتي ما عجبهمش الحال نهائيا وما راضينش على الوضع. انا كنشوف وكنسمع الغوات ولكن ما قادره ندير والو، استسلمت للامر الواقع وهزيت يديا. المهم هذيك الليله غادي نتهرب منه بطريقتي باش انه ما يقربش مني، وكندعي الليله كلها يا ربي دير لي شي تاويل ديال الخير، يا ربي دير لي شي حاجه نخرج منها من هذا الكابوس، ولا يا ربي غير الا كان هذا هو مكتبي طمئن لي قلبي وخليني نكمل. لغد لي عائلتي مشات في حالها، عائلته في شي شكل هو كبير عليا بزاف بحال با، لا شكلا ولا باطنيا، وماشي هادشي اللي كنت كنتمنى. الليله الثانيه فاش بغيت تقرب مني كان عنده عجز، والخريف في الامر انه وقعوا بزاف ديال الامور اللي ربي دارهم. سناء كانت عودتهم ليا ولكن ما نقدرش نشاركهم معكم لانني غادي ندخل في واحد الخصوصيات، لكن ربي نزل واحد اللطف اللي كان عجيب في ديك الليله. تعصب وخرج من البيت، النهار الاخر غادي تعاود نفس القصه. انا ما قلت حتى شي حاجه لا لدارهم لا لدارنا. من بعد ربع ايام عيطات لي اختي وقلت لها شنو وقع. غادي يدوز شهر وجا رمضان اللي خلاني مع مو وخوه ومرته وولادهم، وهو مشى عند خوه لواحد البلاصه كانه ما عنده حتى شي حد. انا مولفه انه في دارنا في رمضان تنديروا حريره شي شهيوات مرافقين معاهم. هما مشيت عندهم لقيت واحد السيده تما، كنت قلت لها واش اختي بغيتي نعاونك فشي حاجه، قالت لي لا لا غير الحريره راني نصبتها. رجعت للور وقلت واقيلا ما بغاتنيش نعاونها راه هي قاده. رجعت بحالي في المغرب رجعت لعندها وقلت لها واش نحط معاك، قالت لي اللي كتب الله راه حطيناه. والله العظيم تخيلوا شنو حاطين، طبسين تاع الزيت، طبسين تاع التمر، والحريره اللي كانت ثقيله بالطحين وانا مولفه كندورها بالخضره. غرفت لي زلافتي قلت لها سمحي لينا عدبناك، وبديت كنهز في ديك الحريره نشرب. والله ما فيها حتى شي مذاق من غير الطحين اللي كانت فيه التحميره. جاتني واحد الغمه والبكيه وحطيت ديك الزلافه ديالي ومشيت لبيتي وصونيت عليه. فين راك؟ قال لي راني عند خويا فلان. قلت له علاش ما ديتينيش معاك ولا غير انك تفطر معنا زعما راه النهار الاول ديال رمضان. قال لي لا انا فطر عند خويا. قلت له وعافاك الله يعطيك الصبر فاش تكون جاي جيب لي معاك شي عصير ولا شي بسكوي راني ما فطرتش. قال لي راه الحريره راه كاينه، يعني عارف بلي انه بشنو كيفطروا دارهم. وقال لي انا ما جايب لا عصير لا والو، واذا انا شي فلوس قضي. بلا ما ندخل لكم بزاف نتاع التفاصيل انه بخيل، ماشي غير بخيل، جلده بمعنى الكلمه. ديك الساعه ما عطلتوش، هزيت التليفون ديالي صورت لاختي الطبله وصيفطت ليها، هي تجاوبني شنو هذا الشيء. صونات عليا قالت لي مالكي، قلت لها راه شنو كاين وراه شنو كاين وراه مكرفس عليا وراني مازال باقا عزبه. وبديت كنعاود لها كل شيء وكنبكي. قالت لي شوفي غادي تجمعي حوايجك انا غادي نعيط لخويا دابا يدوز عندك. قلت لها راه ما غاديش يبغيو. قالت لي قلت لك جمعي حوايجك وتسناني غادي نعاود نعيط لك. عيطت لي وقالت لي راه خويا غادي يدوز من موراك يا هاد الليله يا غدا في الصباح. من بعد عرفت بلي انها كانت قالت لهم يا غادي تمشي عندها تهزوها من تما يا اما انا اللي غادي ندخل المغرب ونديها نحطها في داري بما قد لها الوراق ونجيبها عندي لهنايا وعمركم ما تشوفوها. لغد لي جات ماما وخويا وقالوا لي جمعي حوايجك، عيطوا على الطاكسي ومشيت فحالي. فاش مشيت السيد بدا كيعيط لي في التليفون وكيقول لي ما تقوليش غير المشكل اللي بيني وبينك ونطلقك من غدا. تنقول له علاش حتى ما نقولوش، انا قدام القاضي ولا عائلتي غادي نقول بلي انا راه عذراء. المهم انا غادي ندفع الدعوه نتاع الطلاق، طلاق اشتقاق للجلسه الاولى كانت فيها القاضيه وقلت لها شنو وقع وها كيفاش مكرفس عليا وما تيصرفش عليا، وكان موعدني باش اننا نخرجوا نكريو في دار وداني البيت ها كيفاش داير، ونفوق هادشي راه عنده عجز اللي ما صرحنيش به. غادي دوزني لعند الطبيب مخلف اللي كيصيفطوك ليه، وعطاتني واحد البريه اللي كانت مسدوده وقالت لي سيري عند الطبيب الفلاني. مشيت مع ماما وعاود عطاتني هذيك الطبيبه ظرف مسدود. غادي تواجهوا القضيه علاش ما صرحتيهاش وعلاش ما مشيتيش عند الطبيب واسئله واحده اخرى. هو تينكر وتيقول ليها انا راه ما عندي حتى شي مشكل، كتقول ليه هو فسر لي الحاله ديالها دابا. المهم خلاصه القول
غادي تطلقني المحكمه منه. اما هو ما كانش اصلا تيحضر الجلسات من غير جلسه واحده. رجعت لدارنا وحمد الله انني ما طولتش في ديك العلاقه وتطلقت، وباقى بالشرف ديالي كنعتبرها كرامه كبيره من عند مولانا. رجعت كنقرا قبل ما نطلق، لانه في شهر 8 دفعت الطلاق ديالي، وشهر 9 قريت الباك وشديته، ورغم المشاكل والاساتذه كانوا عارفين القصه ديالي وظروفي وعاونوني، وشهر 4 غادي يخرج لي طلاقي. نجحت في الباك وتسجلت في الجامعه. داز العام الاول وجا رمضان الاخر، غادي نديروا الفطور، وجاو فطروا عندنا صحاب خويا. انا ما كنتش كنبان ليهم، حطينا الفطور في البيت وانا وماما كنا كنفطروا في الكوزينه. واحد اللحظه صاحب خويا بغى ينوض يغسل يديه، فبلاص انه يدخل للتواليت عزكم الله غادي يدخل علينا، ولقانا جالسين وقال لينا سمحوا ليا. هذا صاحب خويا كان حضر في عرسي الاول، وخويا كان معود لي على الظروف ديالي والمشاكل. واحد النهار غادي نكون خارجه من لافاك ولقيتو كيسايني، ما عرفش كيفاش حتى عرفني تما. المهم سلم عليا وقال لي شوفي انا ما بغيتش نضيع صاحبي. قلت له ما نجي نتشاور معاك انت الاولى، اذا بغيتي مرحبا، واذا ما بغيتيش نبقى انا وصاحبي مزيانين. قال لي سمعي يا سناء، راني شفتك في العرس، والمره الثانيه هي دابا، وراني بغيت كل معقول للزواج نيشان، ما بغيتش نتفلى. انا ديك الساعه تخلطوا عليا المشاعر وقلت ليه دوي مع خويا، انا ما عندي حتى شي راي. واخا خويا كان سبب في العقده ديالي الاولى، المهم كيبقى بالمرتبه ديال با. من بعد سولني خويا واش بغيتي تكملي قرايتك ولا تعاودي الزواج ولا شنو. شويه قال لي عرفتي شنو كاين، هاكي النمره ديال التليفون ديالو، دويو وشوفوا واش نتوما متفقين. اذا اتفقتوا مرحبا، اذا ما اتفقتوش مريضنا ما عنده باس. تعلم من المشكل الاول وما بغاش انه يفرض عليا شي حاجه. هضرت مع صاحبو، عمرني ما تلاقيت به، لقيته باقي صغير عنده افكار زوينه وما مركزش على الماضي ديالي. وجاني شان لدارنا، جا والديه وتفاهمنا وتوالمنا وكمل علينا الله بالخير. تزوجنا في 2012 وتزاندو عندنا زوج ديال الوليدات الحمد لله. ربي عوضني عوض كبير على شنو داز عليا. راجلي كشخص الله يعمرها دار، لو كان بقيت حياتي كلها كنتسنى شي ولد الناس ما كنظنش انني نتلاقى بحالو. كيخاف عليا وكيوقف معايا فرحتي في الحزن ديالي في المرض ديالي، محترمني وعمرنو ما اداني ولا جبد لي الماضي ديالي. وانا على وجهه كندوز بزاف ديال الحوايج اللي كيوقعوا في عائلته، كنقول مادام هو معايا مزيان الاخرين ما تيهمونيش. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه سناء. صحيح انه البدايه كانت نوعا ما مؤلمه، ولكن النهايه الحمد لله فيها خير. فماشي دائما الزواج يكون خايب، في الدنيا كاينين ذكور وكاينين رجال. الذكور هما اللي ما كيحترموش المراه، هما اللي ما كيعطيوهاش قيمتها، هما اللي كيهينوها وبزاف ديال الامور، حيت هاد الذكور هما اصلا عندهم مشاكل مع الدوات ديالهم. اما الرجل تيكون تيحطها في وسط عينيه، بحال اختو بحال امه بحال نفسه. هذه هي كانت حكايتنا الليلة، اعتبرها انها ايجابية 100%. دائما من بعد الشتاء ربي كيجيب الشميشة وكيجيب الجو الجميل، واخا بالنسبة لي انا الشتاء حتى هي جو جميل. دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.